قبل سنوات دخلت المقر الجزيرة في قطر، انبهرت الصراحة. بناية كبيرة، آلية تصوير متطورة بزاف، وجيش من الصحفيين. ولكن اللي دهشني أكثر أن جل هاد الصحفيين مغاربة. تصوروا أنه في مدر داخل مقر الجزيرة كنلقى مغربي يا قدام الحاسوب يا وراء شي كاميرا، يعني اللي هاز الجزيرة هما المغاربة. وأنا نتسال مع راسي ونقول واش ما نستحقوش حتى حنا تكون عندنا قناة بحال الجزيرة، نديروا حتى حنا درع إعلامي قوي نجمعوا فيه كاع الكفاءات الإعلامية الكبيرة اللي منتشرة في العالم. أهلا بكم في هذه الساعة الإخبارية من سكاي نيوز عربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز الأنباء من قناة الجزيرة، أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج. أهلا بكم إلى برنامج النقاش. أهلا بكم. قصتنا المونديالية في نيويورك، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة. أهلا بكم في بقية خبر جديد، معكم بدر الدين نصار. تمثل سيارات الدفع الرباعي الحصان الرابح لشركة السيارات. قطر استعملت الجزيرة كوسيلة ضغط تفوق قوة بعض الجيوش أحيانا، وتركيا استخدمت الإعلام كقوة ناعمة غزات بها المنطقة كلها. واش ما نقدروش تنحنا زعماء النفس وهاد الدول إعلاميا ويكون عنا نفوذ خارج المعاقل الكلاسيكية المعروفة؟ إلا كان غير على الفلوس فرا كان خسروا بزاف ديال المليارات على القنوات العمومية دون نتيجة تذكر. هاد القنوات كان عطوها الفلوس ديال المغاربة ومن الضرائب ديال المغاربة باش يتسوق للأسف لتركيا والسياحة التركية واللغة التركية. مليارات ديال المليارات تخسرات على هاد القنوات، والنتيجة للأسف رانكم كتشوفوها بلا ما تحتاج لا لشرح ولا لتحليل. موجب هاد الكلام هو طرد الصحفي المغربي ناصر عبد الصمد بعد دفاعه عن المغرب والمغربيات. أنا لا ألوم الجزيرة بل ألوم إعلامنا اللي ما قدرش يحتوي أبنائه وما يخليهمش عرضة للخارج والبرانيين يدير فيهم اللي بغاو. أي واحد كان في محل سي عبد الصمد غادي يدير هاد الشي اللي دار. لماذا؟ لأنه شرف المغربيات من شرفنا وسمعة بلادنا لازم ندافعوا لها، والإنسان كيقولوا كيموت على عرضه ولا على بلاده، ونحن ما نقبلوا كلمة فينا، لأنه كما كنقولوا بالحسانية ضحك فينا ما تضحك. وحد يمس شرف المغربيات ولا يمس شرف نسانا، لأنهم أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وإخواتنا وهما العالم بالنسبة لنا، ما نقدوا إلا نقولوا فيه ما قالوا عبد الصمد وأكثر. واليوم تيا هاد الشيء اللي تقال واللي كتروج له آلة إعلامية نعرفوها ونعرف عدائها، اليوم تيا طرح لنا تساؤل مهم جدا، هو على أنه نحن في عصر الإعلام القوي، وفي عصر اليوماتية خاصنا نرتبوا فيه الأولويات ديالنا، ونبين الأولويات على أنه خاصنا نقطعوا مع هذه القنوات اللي عندنا ديال القطب العمومي الضعيفة جدا، واللي نص المغاربة ما يتفرجوا كاع فيها، واللي لا تشارك لا في نقاش عمومي ولا تجيب لنا لا مفكرين ولا مبدعين ولا رجال الدولة اللي قدروا يناقشوا لنا المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللي كاينة في البلاد ديالنا، ويخلقوا لنا نقاش عمومي ويخرجوا بينا من هذه التفاهة اليوماتية اللي كيسوقوها لنا، سواء تفاهة مستوردة أو تفاهة محلية نشوفها في رمضان وفي غير رمضان. كنقولها وكنعاود نكررها، اليوماتية محتاجين لترتيب الأولويات، ومحتاجين كنقولها دائما هو أش بغينا. اليوم الإعلام كيلعب دور قوي، بغينا ولا كرهنا الجزيرة ولا سكاي نيوز ولا العربية ولا غيرها في هذه الدول هذه خلقات الحدث ولعبت أدوار كبيرة في مجموعة من السياقات العربية. واليوم تيا نحن خاصنا المغاربة بدل ما نمشوا نلودوا القناة فرنسية ولا قناة عربية نخرجوا فيها ندافعوا عن بلادنا وعن قضايا الاستراتيجية وعن قضيتنا الوطنية اللي هي قضية الصحراء المغربية، نعودوا خالقين درع إعلامي كبير هنا تيا يحتوينا كاملين ونسوقوا به صورتنا كاملين ونسوقوا به انجازاتنا وندافعوا به عن قضايا الاستراتيجيه ومبين قضايا الوطنيه ديالنا. احنا اليوم ما عندنا وين نتكلموا، ما عندنا متنفس، المتنفس الوحيد اليوم تيا اصبح هو شبكات التواصل الاجتماعي. جميع يعني الوسائط الاجتماعيه اللي كاينه على الواقع، لا نقابات لا برلمان لا مؤسسات يعني نقابات ولا غيرها ولا حتى الجامعات ماتت ودفنت للأسف، ولا تقوم بالدور الكبير وما كيلقاش فيها الإنسان نفسه باش يعبر عن آرائه وباش يدافع عن قضاياه، لأنه ملزم بمجموعة من الضوابط اللي ما تخليه قد يتكلم. واليوم تيا كنجاوبوا كنقولوا على أنه اللي كيقول على أنه نحن نتكلموا غير هون ما كنتكلموش في البرلمان، فكنقولوا على البرلمان راه في ضوابط، ماشي غير أجي وتكلم، راه كاين ضوابط تحكمنا جميعاً
واليوم تيا ما نلقاو متنفس الا هون باش ندافعوا به على المغاربه وندافعوا به عن قضايانا وندافعوا به عن وطننا وندافعوا به عن ملكنا، وغادي نبقاو ندافعوا ونقولوا كلامنا ولن نبدل تبديلا. تحياتي لكم، السلام عليكم.